معكم عبد الرحيم قدوري، حلاق في مدينة توريرت في الحي الجديد زنقة مكناس. أنا من ضمن الناس اللي مضرين بكورونا، عندي محل تاع الكريا، خدامين معايا 4 ديال الدراري. الناس اللي خدامين معايا ما استفدوش من الرميد، وكيقولوا لي دابا خصنا نخدموا، وانا ما قديش نحل المحل ديالي بهذا الحجر الصحي. ومول المحل زيد عاوتاني تا هو كاري عليه المحل ب 2000 درهم كل شهر، ودابا كيزيرني على الكريا، وانا ما عنديش ماشي مدخل حاليا في هذه الوقيته اللي راني موقفين الخدمه. وبالازياد عاوتاني عندي شويه ديال المواد التجميل هنا ديال الحلاقه وكل شيء، موليهم كيسالوا لي شويه الفلوس وصحاب الشيكان وكل شيء. يعني حنا كحلاقين مضرين في هذه المدينه، والصراحه يعني في هذه الثلاث شهور تزيرنا بزاف، وكنطالبوا من السلطات المحليه يطلقونا نخدموا، وحنا غادي نديروا الاجراءات اللازمه ديالنا والتعقيم وكل شيء. المهم حنا اللي بغينا نخدموا، عندنا المشاكل ماديه، بحال انايا ما استفدتش من الرميد ديالي، وقالوا لي انت ما ماشي يعني ماشي مسؤول على الدار، وانا عاوتاني كاري الدار وعندي مصاريف وكل شيء، ويعني تقهرت كما نقولوا، جاتني فوق الجهد. وكنشكر يعني السلطات يعني هذا الشيء اللي وقفوا معنا، ونشكر الاطباء الاطار الطبي والصحافه اللي وقفوا معنا وكل شيء، وكنشكر هذه الجريده ديال الاصوات الالكترونيه، ونتمنى هذا الفيديو يوصل للسلطات العموميه ويشوفوا معنا شي حل. والسلام عليكم. هم العنزوقي منعم من مدينه توريرت. اولا كنشكروا جريده اصوات اللي التفتت باش دير معنا هذا الحوار من طرف الحلاقه. بغينا نهضروا على المهنه ديال الحلاقه عامه في الوطن ديالنا الحبيب المملكه المغربيه. حنايا رحنا معانيين شويه من المحلات ديال الكرا، عندنا محلات كارينهم، والناس راها كتعيط علينا باش نديو لهم الواجب الشهري، واستفدنا الحمد لله من ديك الدعم، واستفدت انا ب 1000 درهم، 1000 درهم وانا كاري الدار ب 1200 درهم، راه زدت 20 فرنك باش خلص مول الدار، يعني مولات المحل يعني راها صابره معايا، وكنطلب من السلطات المحليه باش يدير يشوفوا لنا واحد الالتفاته ولا يديروا لنا شي حل باش نحلوا نخدموا على راساتنا، ونخدموا بواحد الطريقه محترمه اللي طلبتها منا السلطات المحليه. وغادي تكون واحد المسافه قانونيه، غادي يكون تعقيم عندنا في الصالون، يكونوا عندنا كمامات، وغادي تكون واحد الخدمه يعني جد 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 منظمه، وغادي تكون النظافه، يكون عندنا لاركول، يكون عندنا كل شيء، الحوايج عندنا نقيين، وما كرهناش باش نخلصوا حتى حنايا الكرا ديالنا الا بغات المسؤولين انهم باش يعاونونا. والهدف اللي بغيت انني نهضر فيه، الحمد لله ان مدينه توريرت راها من الاول المدن المغربيه الحمد لله اللي نظمت الحجر الصحي، يعني كان عندنا الحجر الصحي منظم الحمد لله، راه بشهاده الاذاعه والتلفزه المغربيه، اذاعه التلفزه المغربيه راه حتى هي فوتو ريبورتاج على توريرت الحمد لله. وكنشكر السلطات المحليه اللي كانت دايره واحد المجهود جبار جبار جبار، وكنشكر الاطباء اللي سهروا على هاد الناس اللي تاداوا بهذا الوباء ديال كورونا. ونطلب الله سبحانه وتعالى الله يخفوا علينا، ونطلب الله سبحانه وتعالى الحياه تولي الى مجاريها باش نعيشوا واحد الحياه جديده. انا السيد فقرود محمد، مدينه توريرت، حي الابيطاء. انا عندي محل كاري، محل تما ب 2000 درهم، وعندي 7 الخدامه، ودابا كنجي نرقب على المحل، غير كنرقب على المحل كيقول لك اودي خصك تخلصنا، خصك تخلص. ودابا عندنا حنايا هادي 3 شهور اللي واقفين، كاين الدراري اللي معايا كاين اللي ما استفدوش من الدعم. حنا داكشي اللي كان عندنا سالينا، ودابا الا بغينا نبديو خاصنا شي حاجه، خاصنا بعدا بالاقل يعاونونا غير في الكره، بالاقل في الكره. ونتمناو من المسؤولين ان شاء الله التفتوا لهذا القطاع هذا. وراه كاين ما كنهضروش غير على توريرت، كنهضروا على المغرب كامل بصفه عامه، كنهضروا على المغرب كامل ماشي غير على توريرت. هذا القطاع هذا راه كاين بزاف، راه كاين هنا توريرت كاين مثلا فوت 500 محل، وكل محل فيه 3 الخدامه. انا عندي 7 الخدامه، عندي 12 خدام مثلا، عندي 12 خدام.
الا بغينا نشوفوا هاد الناس الا وقفوا الا ما لقيناش باش نخلصوا الكره راهم واقفين من دابا واقفين. وحنا خصنا الا غادي يكون الحل في هاد بعد الحجر الصحي سموه هما الحلول اللي غادي يديروا معنا. كيفاش غادي نخدموا وكيفاش غادي نديروا وكيفاش غادي نبديو؟ وإلا ما خلصناش مول المحل راه ما غاديش نقدروا نبديو. راه كاين هاد الناس، كاين كل واحد عنده عائله، كل واحد اللي خدام معايا عنده خدام على 5 د الناس 6 د الناس، وراه عندنا المشاكل هنا، عندنا مشاكل كبيره. ونتمناو ان شاء الله من السلطات والناس المسؤولين يلتفتوا لهذا القطاع هذا ويشوفوا واحد الحل زين اللي يديروا معاهم. والسلام عليكم. لا تنسوش تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس ليصلكم الجديد.